السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما مورس الوقف في حياة الأمم السابقة للإسلام، لكن هذه الممارسة والتطبيق توسعت في الإسلام وأخذ مفهوم الوقف بعداً أعمق في النفس المسلمة. وقد أدى الوقف الإسلامي أدواراً مهمة في تاريخ المسلمين وحضارتهم، في زمن الرخاء وفي الشدة، وفي زمن السلب وفي الحرب. في هذه الحلقة من برنامج مقاصد نتوقف مع مفهوم الوقف وأهميته، ونبحث في وظيفته الجوهرية والدور الذي أداه في حضارة المسلمين على امتداد عصورهم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين في هذا اللقاء. للحديث في هذا الموضوع يسعدني أن أقدم لحضراتكم ضيف الحلقة، الدكتور وهيب عبد الرحمن خوج، عميد كلية الدراسات العليا لعلوم الوقف. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا. أهلا وسهلا. ندخل إلى الحلقة من باب المفاهيم والتعاريف. ما معنى الوقف في الإسلام؟ حفظكم الله تعالى وبارك فيكم، وشكر الله لكم هذا اللقاء الطيب. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. حياكم. أنا لن أتكلم به من منظور لغوي أو اصطلاحي، فهذا قد تدول وقد أوسعه يعني تعريفا من هو أفضل وأكمل من هذا الأمر من أن أقول فيه، لكن أريد أن أعرفه تعريفا موجزا بأنه مشروع عالمي لم يسبق إليه، مشروع عالمي يعني بفخامة الإنسان وإنسانيته وآدميته، وكذلك يعني بكرامته وتحقيق مستقبله واستقلاله. هذا هو مشروع الوقف، أو ما يسمى بقضية الوقف في الإسلام خاصة، تحقيق المقاصد الأخرى من قضية المبرة والقرب إلى الله عز وجل وابتغاء ما عند الله عز وجل والزلفة واحتباس هذا الأمر لله تبارك جل وعلا. هذه مقاصد عليا قد شرحها من شرحها من أهل العلم والفضل، لكن أنا أريد أن أحققه بما هو قد يعاصره الناس الآن وبما قد استفاد منه أهل الوقف والموقوف عليهم، بأنه مشروع عالمي لم يسبق إليه بتحقيق هذه الآدمية وفخامة المؤلف. طيب كلام مهم دكتور حقيقة، يعني سأترك لك المجال لكي تتوسع في هذا بيانا وتفصيلا، لكن بالنسبة للمسلم العادي الذي يجلس ويشاهدنا مثلا الآن، ماذا عليه أن يفهم عندما يسمع كلمة وقف؟ ماذا وقف تعني هذه الكلمة؟ الوقف هو حبس العين مع تسبيل الثمرة. يعني على سبيل المثال نضرب مثلا، فلان عنده أرض زراعية فيها بئر أو بئرين أو ثلاثة، الرجل أراد أن يستفيد من هذه الأرض وأراد أن يوقف البئر أو الآبار، أراد أن يوقفها لأهل لمن لهم عليهم يعني يصح لهم الوقف، إما لذريته أو للجهات الخيرية، فقال هذه الآبار حبس لله تبارك جل وعلا، أبتغي ما عند الله عز وجل من الفضل لمن شاء أن يشرب منها ويستقي، فلا يجوز نقلها ولا هبتها ولا توريثها لأنها قد حبست لله تبارك جل وعلا، وما حبس لله عز وجل لا يجوز أن يتناول إلا بما أذن الله به، لأنه قد خرج من عهدة الآدمي إلى الله عز وجل على جهة المنفعة والخير والبر. هذا المقصود بالوقف. إنسان عنده بناية فسبلها لكن العين باقية، جعلها سبيلا هو ما يشاء أن يفعل فيها بلفظ الوقف، بلفظ التحبيس، بلفظ الصدقة، هذا رهن بنيته وبلفظه. بلفظه نعم ويصح. لذلك الخلاف بين أهل العلم، هل يصح بالنية دون اللفظ أو اللفظ دون النية؟ وهذه أمور يعني متوسع فيها بين الفقهاء رحمة الله عليهم. لكن المقصود من هذا، الإنسان إذا قصد القرب إلى الله عز وجل والصدقة بلفظ الوقف فهذا لفظه خاص، بخلاف الصدقة فهو المعنى العام. الوقف لفظ خاص يتناول ما يصح عليه التحبيس ولا يجوز نقله أو هبته أو توريثه. هل ثمة يعني مبلغ محدد أو رقم محدد أو قيمة محددة معينة؟ أهل العلم يتناولوا هذا في الثلث، وإن زاد عن ذلك فهذا من خصوصية الوقف. لكن أن يذر الإنسان يعني ورثته أغنياء، لا سيما إذا أوقف على غيرهم فلا يزيد عن الثلث، لكن إذا أوقف على ذريته فله أن يقف المال كله، لأنه على الذرية. يعني بعض يقف يقول هو على أبنائي وبناتي وذرياتهم وذرياتهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أو إذا انقطع النسل من ذلك فيذهب إلى جهات الخير، فهذا أمر إذا أوقف فيجوز أن يقف المال كله، لكن إذا أراد أن يقف جزءا من المال فالأولى أن لا يتجاوز الثلث. من أين جاءت فكرة الوقف؟ كيف استدل عليها؟ نعم، طبعا المسلمون ليسوا أول من وقف. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إنما أوقف المسلمون مبرة، أوقفوا مبرة، لكن كان من كان من قبلنا من الأمم، الكلدانيين، الرومان، الفينيقيين، الهكسوس، غيرهم كلهم صح لهم أنهم ما يسمى بالحبس
أو المنع أو ما يسمى بجهة التبرع على جهات معينة، هذا صح منهم وقد انتشر في ذلك في تلك الأوقات، سواء كان جهات تعليمية أو سواء كان أوقاف أحباس أراضي أو كان أملاك يحبسونها على جهات معينة تظل محبوسة ينتفع بها جيلا بعد جيل، لكنها ليست على وجه القربة أو على دور العبادة عندهم كما يقولون، يعني مثلا على البيع وعلى الصوامع وعلى غيرها. أما الإسلام فجاء بصفة الوقف والحبس على جهة القربة لله تبارك جل وعلا، وهذا كما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والمقصود به هو خصوصية الانتفاع بهذا المال وعدم التلاعب فيه وعدم التفريط فيه، هذا المقصود بالوقف، لأنه إذا حبس قد أقام قيدا ومنعا من العبث فيه أو التصرف فيه بغير ما يؤذن به، سواء من الواقف أو المحبس أو ما هو وفق أمر الله تبارك جل وعلا. هل أخذ المسلمون الوقف عن الأمم السابقة أم أنهم اختصوا به وفق التصور ومفهوم خاص؟ يعني هذا مرتبط ربما بالسؤال إلى أي مدى انفرد الإسلام بمفهوم الوقف عن هذا المفهوم في غير الإسلام من الحضارات السابقة؟ بما هو عليه من أحكام هو خصوصية الإسلام. يعني أنا أقصد هنا ربما يعني كيف استدل عليه؟ هل هو قضية اجتهادية أم هناك نصوص قطعية في الثبوت والدلالة؟ نص شرعي من الله عز وجل ومن نبيه عليه الصلاة والسلام. حبذا لو تحدثنا يعني عن بعض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا صدقة. هذه صدقة. فقال بعض المفسرين قال ويدخل فيها الوقف، لأن الصدقة معنى عام والوقف معنى خاص. فقال منها من أهل العلم عندما يستدلون على مشروعية الوقف يستدلون بهذا من كتاب الله. وأما النصوص من السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في مسلم عن حديث أبي هريرة يعني ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فقالوا الصدقة الجارية هي الوقف بذاته لأنها مما تدوم ولا تنقطع، مما تدوم ولا تنقطع. أما الصدقة الجارية بخلاف الوقف قد تنقطع، يعني إذا قال فلان هذه البناية هي مدة عمري انتفع بها، فينتفع بها مدة عمر الشخص، فإذا مات الشخص انتقلت إلى الورثة فقد انقطعت الصدقة. وقال منهم من قال الرقبة، الرقبة قال هذه تنتفع بها أرقب موتي أو أرقب موتك، فقالوا تنقطع بمجرد موته أو موت فلان أو موت المتصدق عليه، فانقطعت فتنتقل إلى الورثة. لكن بخلاف الوقف، فالوقف إذا لم يوقفه على الورثة أو على الذرية ما يسمى بالوقف الذري فيظل نفعه إلى أن يشاء الله عز وجل وإلى ما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى لو جرى على الوقف خراب فالضامن الناظر أو الدولة التي تتولى الإشراف على الأوقاف تضمن هذه العين فتبدلها أو تدفع مقابلها بما يقيم به، فالوقف باقي. لذلك قالوا الوقف حقق ما لم يحققه شيء أصلا من استقلالية ومن نفع للناس وممن ينتفع به، وهذا ما قد لمسه يعني كل موقوف عليهم، سواء كان من على جهات على الفقراء على المساكين على غيرهم أو على حتى على الذرية، كلهم انتفعوا بالوقف إلى عقود طويلة جدا وأمانات كثيرة جدا. وقد يكون مصدق هذا وقف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى اليوم، وهو مسبل بئر روما إلى اليوم هو مسبل مثمر ويستفاد منه. وقد قامت أماكن في مكانه أبراجا، والقصص في ذلك كثيرة جدا وشواهد، يعني يبدأ بشيء يسير وينتهي بشيء عظيم كبير جدا. لكن هل أفهم من كلامك دكتور يعني وهيب أن مشروعية الوقف هي يعني بنيت في الأساس على حديث الذي رواه مسلم، يعني في هذا الحديث الحديث كثيرة جدا. نعم. الحديث كثيرة جدا لأنه لا يختصر هذا الحديث عام صدقة يعني ينتفع بها. نعم. هذا حديث عام، قد يكون هذه الصدقة إما الإنسان يسبل كتبا أو يسبل بئرا أو يجري نهرا، لكن فصله حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه عند الطبراني وعند الحاكم وعند غير، وسنده جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبع يجري على العبد أجرهن بعد موته وإن كان في قبره: من علم علما أو أجرى نهرا أو أكرى نهرا أو أجرى بئرا، وفي رواية أو حفر بئرا. وكذلك ذكر ما مثلا مصحف أو مرث مصحفا، أو يعني منها كما ذلك أدخل فيها من بعض الصدقات التي هي الثمرة، قد يسبل ثمرة، قد وآخرها أولا صالح يدعو له، أول الصالح يدعو. فهذه من الخصائص الوقف التي هي مفادها في حديث أبي قتادة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، حتى في قضية مثلا
يعني الإنسان بعضهم أوقفه، وهذا شاهده في 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 تركيا. أقرأ مقالة قبل أيام على أن في تركيا في العهود القريبة جدا قالوا أن في دولة تركيا أن الإنسان عندما يولد يولد في مشفى وقفي ويوضع في مهد وقفي ويتربى في بيت وقفي يعني في الرباط ويتعلم في وقف ويتخرج ويعمل في مجال الوقف وإذا مات يكفن في الوقف. فالوقف مجاله واسع من جدا الوقف وإلى الوقف في من الوقف إلى الوقف. طيب يعني قبل قليل دكتور تحدثت عن أن الأمم السابقة للإسلام زمانيا تعاملت بقضية الوقف ومارسته وطبقته، لكن لو حدثتنا عن الخصوصية التي يعني حواها هذا الوقف كمفهوم وممارسة وتطبيق عند المسلمين. عند المسلمين نعم. طيب بالنسبة للإسلام وخصوصيته في تحقيق إدارة الوقف وتثميره، الوقف ليس عينا تسبل ويتصدق بها ثم تهمل وتترك، إنما الإسلام وضع لذلك شروط وقيم ينبغي أن يحافظ عليها، ولذلك شرع الناظر، والناظر هو القيم والوصي على الوقف لإدارته وتثميره ولا أن يترك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مال الأيتام قال اتجروا في مال اليتيم لا تأكله زكاة. طبعا من خصوصية الوقف أنه لا تجب فيه الزكاة، من خصوصية الوقف أنه لا تجب فيه الزكاة وإن بلغ ما بلغ وحتى العائد والرجع الذي يعود على الموقوف عليهم لا تجب فيه الزكاة لا حين قبضه. هذا قول الراجع. ما الحكمة من ذلك دكتور؟ لأنه مال مسبل لا يعرف له مالك، مال مسبل لا يعرف له مالك، يعني لا يعرف هذا من يملكه، وإنما يملكه عموم المسلمين أو عموم الموقوف عليهم أو من خص بالوقف عليهم. فلذلك الوقف ليس المقصود به أن تسبل عين ثم تترك أو توضع عين ثم لا تثمر، هذا ليست الغاية والمقصد، وإنما المقصود من ذلك الديمومة والاستدامة، والمقصود من ذلك تحقيق الاستقلالية المالية. هذا يدخل في فلسفة الإسلام ونظرته وتصوره لقضية الوقف. وما سيأتي إن شاء الله تعالى يعني في حوارك الطيب هو قضية ماذا كان دور للوقف في مقاومة المستخرب والمحتل وإدامة الاستقلالية المالية للمسلمين. هذا سنتوسع فيه بعد الفاصل، لكن دكتور قبل أن أذهب إلى الفاصل أريد أن أسألك عن المكانة والمنزلة التي احتلها وشغلها الوقف في منظومة الأحكام والفقه الإسلامية. نعم. صدقا أهل العلم والفضل ممن سبقنا ودون قد رعوا الوقف رعاية طيبة وجعلوه من ضمن مما لا يعني تختل أحكامه عن بقية الأحكام من العبادات والمعاملات، بل أولوها جل العناية والاهتمام. لكن مع مثلها مثل بقية أبواب الفقه ما جرى عليه التغيير والتجهيل في الحقبة الأخيرة، نسي دور الوقف في تنمية المجتمع ونسيت أحكام الوقف في ذلك. فكان يمر يعني لو تسأل أي طالب جامعي تخرج من الكليات الشرعية أو تسأل أي أستاذ جامعي إلا القليل ماذا مارس في حق الوقف من تدريس، وماذا عنى بفقه الوقف لطلابه، فتجد النذر اليسير جدا مما تعلقت به أحكام الوقف تدريسا وتعليما. لماذا؟ الإشكالية على أن نظرية التطبيق تغيب عن كثير، بل أني قد يعني جلسنا مع أفاضل والكرام حتى من القضاء كان لا يعرف بعض ألفاظ الوقف التي هي مضمنة لمشروعية الوقف، وقد تكون هناك بعض الألفاظ الخاصة جدا مثل الحكر، مثل الحبس الخاص، مثل الحبس العام، هذا بعضهم لا يعرف هذه الألفاظ. فلذلك تختلف مثل إدارة الصكوك وتوثيقها في الوقف، لأن هناك ألفاظ تختلف من فترة إلى فترة ومن حقبة إلى حقبة في شأن الوقف، وهناك ألفاظ يتداولها أهل بلد غير الألفاظ التي تداولها أهل بلد آخر في مقصود الوقف. كل هذا في أبواب الفقه مطروق ومتناول، لكن جهلنا بالأحكام وتناول حكم الوقف مثل جهلنا بأحكام الجنايات وكتاب الحدود، فهذا جرى فيه التقصير إما من قبيل الأمة
وكذلك من قبيل العلماء في تناول هذه الأحكام لتعليمها الناس وتثقيفها. مع أن ربما المسلمون في يومنا هذا ربما يكونوا أكثر مدة زمنية في تاريخهم هم بحاجة إلى الوقف وإعماله في حياتهم. نعم نعم صحيح. طيب وهذا مما لا يخفى. ربما نخصص في المستقبل لهذا الموضوع حلقة، لكن قبل ذلك قبل أن أذهب إلى الفاصل مرة أخيرة دكتور، طبعاً. يعني هل الوقف هو يدخل في دائرة المندوبات أم الواجبات في سلسلة الأحكام؟ هو من قبيل التبرعات. هو من قبيل التبرعات، هذه من أحكام التبرع وهي من المباح. لي أن أوقف ولي ليس لي أن أوقف، لم يلزمني مهما بلغ أي مهما لا يلزمني الشرع بذلك، وهذا من سماحة الإسلام، لأن الأموال أموال الناس التي جعل الله عز وجل جعل الناس فيها خلفاء، فهي أصلا أموال يستخلف عليها، حتى أنت ما تملكها يستخلف عليها، لكن عندما يجري يعني يرتفع حس الشعور بالمسؤولية الاجتماعية يسعى المسلمون للوقف حتى لا يتصرف بسوء في قضية الأوقاف، وهذه نماذج كثيرة حتى شاهدها اليوم عند غير المسلمين، وهو ما يسمى بالمؤسسات والشركات الوقفية الكبيرة، وقد إن شاء الله يمكن لعله تسنح الفرصة لتناولها. لكن لا شك أن للوقف دورا ووظيفة حيوية وجوهرية يؤديها في المجتمع الإسلامي وفي الحياة الإسلامية، نريد أن نبحثها معك بعد الفاصل لو أذنت لي. طبعا. هذا فاصل قصير ولنا بعده عودة بحول الله. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله مشاهدين الكرام، ما زلنا وإياكم في الحديث عن أهمية الوقف ووظيفته، والحديث دائما مع الدكتور وهيب عبد الرحمن خوج عميد كلية الدراسات العليا لعلوم الوقف. أجدد الترحيب بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم، الله يعطيكم العافية وبارك. تكلمت قبل قليل عن مفهوم الوقف وخصيصته في الإسلام، لكن ماذا عن دوره من حيث كما ينبغي أن يكون؟ يعني لا شك أن الإسلام فلسفة تصورا لهذه الشعيرة ينبغي أن تؤديها وظيفة محورية ودورا عاما يتصل بالأفراد ويتصل بالأمة المسلمة والمجتمع المسلم، ما هو هذا الدور؟ في وقتنا الحاضر توسعت الحاجة لدور الوقف في هذه الأيام وفي هذه الأوقات بالخصوص، لا سيما مع وجود تسلط القوى العالمية على المحاور الرئيسة في التضييق على المسلمين إفقارا وإبعادا عن الاستغناء والاكتفاء الذاتي، سواء كان بالمباشرة أو غير المباشرة. الوقف يصنع أجيالا تعنى بالاستقلال وكذلك تعنى برعاية الآدمية والفخامة التي الإسلام يندب إليها. الوقف له مشروعات لا يمكن أن يتجاهلها أي أحد، لا حكومات ولا غيرها. الوقف له في الإعداد العسكري وكذلك في المجال الصناعي وكذلك في دور الرياده الزراعيه والثروه الحيوانيه، كل هذا يساهم فيه الوقف اسهاما قويا جدا، سواء كان على المستوى الخاص او على المستوى العام، والمقصود اقصد بالمستوى العام يعني مستوى الدوله. اذا نشات الدوله من خلال وزاراتها التي خصصتها لرعايه الاوقاف، سواء كانت هيئات يعني هيئه الوقف او سواء كان وزاره الاوقاف او غيرها او الامانات امانه الاوقاف، كل هذا الأمر أو كل هذه الخصائص تعنى برعاية الوقف من أجل إيجاد استقلالية مالية للمجتمعات وللشعوب. طبعا الريادة المالية والاستقلالية على أرض الواقع تشهد على أن هناك شركات كبرى قامت على خصيصة الوقف أو الحبس أو التبرع. أضرب لك مثال ليس من يعني مثالا، هناك أمثلة حية كبيرة جدا سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين، لكن شركة تاتا الهندية، أنا لا الرجل من وضعها اللي هو أرجمودوس تاتا، عندما وضع أو قام بالشركة كان الرجل يتطلع إلى مصنع صلب الحديدي وكذلك الكيماويات وغيرها، ثم تطورت الشركة
المهم آلت بعدما آلت إليه إلى أكثر من 114 فرع في العالم، حبس منها 66% من مواردها لأعمال الخير، لأعمال الخير، وهي شركة قائمة، لأنها قال ما نمت هذه الأموال إلا لأنها قد خصصت للتبرع على جهات الخير، فنمت الأموال. وهذا شاهد كبير جدا على أن أموال الوقف تنمو، لأنه لا يمكن العبث فيها. هل هي مثلا من مما يضاف لقيمة الشرع القويم في قضية رعاية الأوقاف؟ هي بركة، هي رعاية من الله عز وجل يتكفل بها، هي صيانة غير محسوسة لا يعرفها إلا من مارسها. فهذه كلها أمور يعني تدل عليها، يدل عليها الواقع، على أنها شواهد على أن الوقف قد صنع استقلالية مالية وقوة مادية لا يمكن أن تغفل بحال من الأحوال. كلام جميل، لكن يعني في سياق الدور والوظيفة، يعني الذي يقرأ الوقف في تاريخ الإسلام وممارسات المسلمين له يلحظ أن كما لو أن الإسلام من خلال حثه على هذه الشعيرة ودفعه الناس إلى تطبيقها وممارستها، كما لو أنه أراد الإسلام يعني إيجاد تصورات عامة لدى الناس تتصل بالفرد والمجتمع، يكرس هذه المفاهيم والتصورات متصلة بالفرد والمجتمع لدى المسلمين الذين يطبقون هذه الشعيرة، ماذا يمكن أن يقال في هذا السياق؟ لا يخفى على شريف علمكم على أن المقصود ليس التنظير، وليس قضية تضافر الجهود من سواء كانت يعني جهات علمية أو بحثية لتخصيص هذه الأوراق، أوراق عمل وورش عمل، لإخراجها على أنها والله في مجال البحث لإدارة وتنمية الأوقاف. المقصود بذلك هو القوة الفعلية لإدارة الأوقاف في المجتمع حتى يستفيد منها المجتمع حيويا. يعني أنت تلحظ في المراكز البحث العالمية، سواء المراكز الإنسانية، الجهات المقصود بها المنظمات الإنسانية، أكثر نسبة تعاني الفقر هي الجهات ما يسمى بالجنوب، يعني ما يقصد به دول العالم الإسلامي، هي أكثر دول تعاني فقرا وشدة وعوزا وأكثر جهلا في مجال التعليم وأكثر ارتفاع للأمية، لأن أرباب الأموال وأصحاب الثروات استغنوا عن إدارة الوقف وتخصيص الوقف لخدمة هذه المجتمعات، سواء كان في المجال التعليمي أو في مجال الصحة. وإلا لم تسمع في يوم الأمن، لو أن الوقف أدى دوره كما أن الزكاة لو أدت دورها لما سمعنا في عالم الإسلام بفقير محتاج. وأنا كنت أقول ذلك، قلت مما يعني يؤلمني أن أصلي في مسجد من المساجد ثم يقف متسولا يريد أن يعني يطعم شيئا، أو أنه يسد فاتورة، أو أنه والله يشتري يعني قيمة علاج. هذا مما يحز، وهو بين ظهراني مسلمين، وقد يكون في دولة نفطية أو دولة غنية، دلالة على أن هناك على أن ما قام فقير إلا وقد انصرف عنه غني بثروته لتخصيص ماله. طبعا في وقت من الأوقات في دولة الإسلام وزهائها، سواء كان آخر ما معقل من المعاقل هو الدولة العثمانية الخلافة أو ما سبقها، يعني لم يكن يشهد هذا. حتى الحيوانات كانت تستفيد، وهذا مما لا يخفى يعني على شريف علمكم، أن حتى الحيوانات كانت تستفيد من الأوقاف التي خصصت لها، إما حبا منثورة أو ماء مسبلا تشرب منه البهائم أجلكم الله، أو الطيور أو غيرها تستفيد منه، وحتى من غير المسلمين، والوقف أصلا حبس على المسلمين وغير المسلمين. نعم. كل ذي كبد رطب يمكنه أن يستفيد مما خصص، لأن الثروة لا يمكن أن تتصور، ثروة الأوقاف لا يمكن أن تتصور ولا يمكن أن تحصر أصلا، هي ثروة الأرض إذا ما أديرت بطريقة صحيحة طبعا. نعم. فلذلك كل ما هو معني في شأن الإدارة وتنميته واستثماره هو حبيس أوراق، وإنما بعض الجهود الطيبة الآن بدأت تستوفز لإطلاقها عمليا ولقوتها وإعطائها القوة الفعلية للمشاهد والاستفادة منها، لكن مع ذلك لم تؤتي ثمارها ولا 2% من حصيلة الأبحاث الموجودة. فنحن نريد الأبحاث التي موجودة وهي مخزونة تخرج إلى المجتمع لقوة فعلية، بالعكس ليس يناشد أصحاب الأموال، بل يشارك أصحاب الأموال في تخصيص الأوقاف توعية وتثقيفا، وعلى أن هذا المال هو عائد لهم، هذه الأموال تعود لهم بالبركات والخيرات. ويمكن شواهدها كثير، يعني أحدهم غير ذكر أسماء، أحدهم يقول ما أوقفته فعاد لي بعد 3 سنوات 3 أضعاف، وهو قد خرج من ماله لله عز وجل فعاد إليه المال رغما عنه 3 أضعاف. فهذا شأن الأوقاف.
دكتور، حقيقة تحدثت بكثير من التفصيل ونافعا بكلام نافع عن الوظائف والوظيفة الحيوية والجوهرية التي يؤديها الوقف في التصور الإسلامي، لكن هذا من حيث ما ينبغي أن يكون، لكن من حيث ما هو كائن إلى أجل قريب، يعني إلى مرحلة سقوط الدولة العثمانية التي كانت تجمع شتات المسلمين، إلى أي مدى المسلمون في ممارساتهم وتطبيقاتهم العملية لهذه الشعيرة، شعيرة الوقف، نجحوا في أداء هذه الوظيفة على أحسن ما يكون؟ هناك أداء لا يمكن أن ينكر، وتجربة بل تجارب حيوية وطيبة وفعلية ولها دورها الممارس، لكن مع ارتفاع سقف المطالبة لا يمكن أن تغطى، لأنها بجهود إما أن تكون جهود مؤسسية أو جهود فردية، وما زالت الحاجة قائمة سواء كان في إفريقيا مع أنها دولة ثروات، سواء كان غرب إفريقيا أم وسط إفريقيا دولة ثروات. وإن كنت لا أتحدث عن المرحلة الراهنة، إنما أتحدث تاريخيا إلى مرحلة سقوط الدولة العثمانية التي كانت تمثل المسلمين في العالم. هذه من مرحلة سقوط الدولة العثمانية إلى مرحلة الخلافة الراشدة، في هذه المدة بين هاتين المرحلتين، يعني ما قبل الدولة العثمانية إلى يعني مرحلة نزولا، نعم ليس صعودا، نعم نزولا أو صعودا من الخلافة الراشدة وحتى سقوط الدولة العثمانية، إلى أي مدى نجح المسلمون في أداء هذا المقصد من الوقف تطبيقا عمليا؟ نعم، هذا عندما تستقرئ تاريخ الأوقاف وكذلك نماذجه، نعم، في تغيير واجهة العالم في ذلك الوقت كما تفضلت، منذ الخلافة الراشدة إلى ما يعني نشأت الدولة العثمانية ثم آلت إلى السقوط في ضعفها. هذه المرحلة كان فيها يعني أنا أقصد في المجال الآن، مجال التوسع بنشر الإسلام، الدول التي تولت التعاقب على الخلافة الإسلامية سواء بعد الخلافة الراشدة وغيرها كلها كانت تعنى بتأسيس الأوقاف ورعاية من ينضم إلى الأوقاف، إما في تجهيز العسكر وتجهيز المعسكرات وكذلك انطلاق ما يعني أفواج التعليم والعناية بالصحة في الدول التي يفتتحها المسلمون وتضاف إلى قائمة المسلمين، والاستفادة من خراج الأرض الذي تحصله الدولة الإسلامية بعد فتحها، وتوكيل من يقوم عليها من أهل بلدها سواء أسلم أو لم يسلم، وكذلك تخصيص أوقاف تعنى بشأن من أهل البلد الذين هم فيها سواء كانوا من مرضى، لا يفرقون بين مسلم ولا غير مسلم، فكان الكل يستفيد من هذه المحاضر التي قامت تأسيسا لدور الوقف والعناية به والرعاية. هل كان الوقف يعني مستقلا، يعني غير خاضع للسلطة الحاكمة، بمعنى أنه تقوده في التاريخ الإسلامي تقوده مؤسسات أهلية مجتمعية، أم أنه كان يخضع لسلطان الحاكم؟ يخضع لسلطان الحاكم توجيها وليس تحكما، توجيها وليس تحكما، يعني رعاية أنه يعين كجهة عليا على أن هذا ناظر الوقف يكون عليه، لكنه لا يتحكم في إدارته، وإنما يتصرف فيه الناظر الذي قام مقامه، الذي أقامه ولي بصلاحية واسعة. بصلاحية لكن واسعة. إذا ما كان الرجل المعين من قبل الحاكم، فهذا يعني تدخلا غير مباشر، لأنه بالنهاية يعين الذي يريده. الاستقلالية التي كانت من قبل لا توجد في أي وقت من الأوقات في هذه الأيام، وإنما كانت استقلالية يعني عزة وكرامة، لذلك حتى القاضي عندما يتولى شؤون الوقف فإذا نوزع فيه انصرف وتركه، وأعلن احتجاجه على ذلك، وهذا شاهد من التاريخ كثير جدا. طيب، لكن تاريخيا في الدولة المسلمة سواء في الخلافة الراشدة أو الدولة الأموية والعباسية وبعد ذلك السلاجقة وحتى وصولا إلى الدولة العثمانية، يعني كانت وظيفة الحاكم هي خدمة المسلمين وحماية مصالحهم ورعاية شؤونهم. نعم. إذا ما كانت هذه وظيفة الخليفة أو الحاكم للدولة الإسلامية، فما مغزى استقلال الوقف عن سلطة الحاكم هنا؟ سؤال جدا يعني لطيف وله مغزى. ما قصر عن أدائه أو عن يعني تأديته الدولة، ويمكن لها أن تستأثر به الوقف بخلافه، فلا يمكن أن تستأثر بأموال الوقف إذا تم وقف الواقفين من قبل الرعية أو غيرهم أو أصحاب الأثرة وأصحاب الأموال، وتعيين ما تراه، يعني قد يكون الوقف وقف دولة، وقد يكون الوقف وقف مؤسسات، وقد يكون الوقف وقف خاص بأفراد. كيف فلذلك الدولة إذا رأت أن هذه الأرض
أو هذه المنشأة تحبس لجهة معينة، لجهة معينة حتى هي يعني تستقل الدولة، تستقل أو المنشأة تستقل عن كفاية أو كفالة الدولة، يعني تخفيف عبء عليها، فيكون لها ريعها وثمرتها، وكذلك لها الجهة جهة استثمارها الخاصة بها، لا يمكن أن تؤول إلى ميزانية الدولة أو تدخل في صندوق الدولة حتى لا تنازع، فتكون مما خصصت له. وكذلك بعض المنشآت الخاصة من قبل المؤسسات، يعني قد تكون شركة قد تكون مؤسسة، يعني كما هو منطوق اليوم، فكذلك حبسها يكون خاصا بما قد أوليت به برعاية الأوقاف، وقد يكون فردا يوقف وقفا ولا يجد أو جعل ناظرا، إما من قبل الدولة يعين هذا الناظر فيتولى رعاية الأوقاف وكفالتها والقيام عليها، ويكون هو المتولي وهو كذلك الوصي والأمين عليها. هذا شأنه، يعني الشأن العام في إدارة الأوقاف لصنع الاستقلالية وعدم كذلك يعني الأثرة والظن بالمال العام بالمال الخاص وهو مال الوقف. يعني كانت المغزى في ذلك، أفهم من كلامك أن الوقف كجهة مستقلة عن الدولة أو عن الحاكم أو عن سلطان الحاكم كان يسد مسد الدولة إذا ما قصرت في جهات محددة. نعم، ولذلك يوجد في تاريخ الإسلام منشآت علمية ومنشآت صحية لا تؤول للدولة ولا تعود إليها. هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه في السؤال التالي، لكن قبل ذلك، هل كانت الوقف كمؤسسات أو كشعيرة كانت تمارس بشكل منظم أم كانت فردية، تبرع فردي، يعني ليس قائما على عملية منظمة؟ وجدت نماذج كثيرة من هذا، قد يكون يعني ما تكون فردية يرعى صاحبها أو واقفها والناظر عليها شأن ذلك، وقد تكون من خلال إدارة الدولة في هذا الأمر، فهذه النماذج كلها موجودة في الوقت الإسلامي، يعني في وقت الخلافة أو وقت العصر الإسلامي. ربما هنا في هذا السياق من المهم أن أسألك عن الدور الذي أداه الوقف في مسيرة الحضارة الإسلامية. الآن قبل قليل ذكرت أن هناك جهات علمية وقف الوقف وراء إنشائها وقيامها، هذا يقودنا إلى السؤال عن الدور الذي أسهم فيه الوقف في مسيرة الحضارة الإسلامية السابقة. إحنا قد يعني ذكرنا أمور كثيرة جدا من قضية ما صنعه الوقف ومدى تأثيره في صنع المدنية وقيام الحضارة الإسلامية على مدى التاريخ، وما نراه الآن من نبوغ، يعني أو ما يعني مما له أثر الآن من نبوغ علمي وتفوق، وكذلك نماذج يعني تشهد أو يشهد لها الواقع اليوم، هي كلها صنع الأوقاف، سواء كان يعني من الآثار العلمية، يعني الآثار العلمية سواء كان من تخريج العلماء على في جميع المجالات، في جميع سواء كان المجال الشرعي أو المجال النظري أو المجال التطبيقي أو في المجال الطب، كل ذلك كان أكثره كان إفرازات الوقف وتخصيص ذلك من دعم الوقف لهذه العلوم ولهذه الآثار. شهد لذلك يعني كما ذكره ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة، ما ذكره ابن الأثير في الكامل، ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، مما يذكر أحداثا وأمور كثيرة جدا الوقف كان مسهما فيها على مدى تاريخ دولة الإسلام التي مرت علينا. طبعا الوقف ككيان لصنع الحضارة هو صنع يعني تميز به على أنه مقاوم لكل جهة في ذلك الوقت، جهة يعني نفي أو إقصاء لدور الوقف في تأسيس الاستقلالية وكذلك يعني العطاء المستمر الذي لا يمكن أن يتوقف. هل أفهم من كلامك يا دكتور أنه من جملة المقاصد أو الغايات التي سعت شعيرة الوقف المنظمة إلى تحقيقها هي إعلاء شأن المؤمن أو جعل يده هي العليا مثلا في المجتمع؟ هل يمكن أفهم أن هذا كان أحد مقاصد شعيرة الوقف؟ قد يكون من أهم المقاصد. كيف هذه من أهم المقاصد؟ أن اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني مما أثر في الآثار الصحيحة والأحاديث الكثيرة جدا على أن المسلم فخم بفخامة الإسلام، ومؤمن ينبغي له أن يستقل ولو بأدنى شيء عن سؤال الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يحتطب أحدكم، يعني لم يأخذ حبل يضعه على كتفه، فلئن لم يجد ولا يعني يحتطب ويأخذ فأسا ولا أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأنه كد يكد به وجهه،
ويقدم يوم القيامة لا يبقى في وجهه مزعة لحم، كما في الآثار في هذا الأمر من التشديد والتحذير في شأن السؤال. فلو كان الماء طبعا إذا خصص أمر واشترك فيه الناس ليس هناك مذلة، فأصبح كأنه جهة عامة مثلها مثل الدولة التي لا يحتقر المسلم نفسه بأن يطلب منها، لأنه مشارك في هذا المال وهو مال قد خصص لنفعه وإن احتاج إليه. فإذا كان كذلك فالإنسان الإسلام أصلا دفع المؤمن لأن يعمل ويكون يدا عليا وأن يكون يدا معطاء خيرا من اليد السفلى. طبعا بعضهم يقول لا أنت تقاوم سنة الله عز وجل في ذلك، نحن لا نريد أن ندفع أن هناك غني وليس هناك فقير، وليس أو أن هناك الناس تتساوى بدون غنى، هذا ليس من مقصد الإسلام، وإنما التخفيف من هذه الظاهرة. نعم، وإنما هو المقصود بذلك أن يكون إذا كان هناك فقير لكنه يجد قوت يومه، لكن يجي الآن نجد أناسا لا يجدون حتى قوت يوم. لكن في عصر عمر بن الخطاب اختفى الفقراء من المدينة، وعهد عمر بن عبد العزيز وكذلك عهد عمر بن عبد العزيز يعني. نعم. وهذا ربما يعني له علاقة بالأوقاف وله علاقة بالسياسة الاقتصادية التي مارسها الحاكم والسلطان. نعم. في ذلك الوقت، وهو قضية السعي على أن هناك صنع الكفائية. والإشكالية الكبرى لدى المسلمين هو عدم القناعة، الإشكالية الكبرى عدم القناعة، عدم الاقتناع. يعني مشكلتنا إذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. مشكلتنا على أن الإنسان قد يأتيه ما يكفي لكن يريد أن يكون أكثر من هذا، لأنه ينظر بما يد فلان وينظر بما يد فلان. الوقف خصيصته على أنه يصنع القناعة والاستغناء والاستقلال، هذه وظيفة الوقف المهمة في ذلك، وأن يرفع من شأن المؤمن بأنه لا يسأل أحد ولا يطلب أحدا. هذا ما سألتك عنه عندما سألتك عن موضوع التصورات التي يحاول أن يبنيها المتصلة بالفرد والمجتمع، لكنك ذكرت نقطة مهمة جدا قبل قليل، الكفائية. يعني هذا الوقف ربما هذا يقودني إلى سؤال استنتاجي عن الوقف والدور الذي أداه في صنع الكفاءة النفسية أو الاكتفاء الذاتي لدى المجتمع المسلم في تاريخيا في المراحل السابقة، كيف أسهم في هذا الدور؟ أنا أضرب لك مثلا في قضية أصحاب الصفة، وهي قضية مشهورة معروفة، ومسألة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحاب الصفة فقراء رضي الله عنهم، ولكنهم يعني لم يعهد في التاريخ ولا في لا 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 مما يصح ولا مما ضعف على أن أصحاب الصفة كانوا يتسولون الناس أو يتلمسون حاجات الناس، وإن كانوا فقراء رضي الله عنهم وهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم عقدوا العزم على أن يبقوا ويستفيدوا من محاضن التعليم التي ومجالس النبي عليه الصلاة والسلام مع فقرهم ومسغبتهم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. بصبرهم على هذا أغناهم الله تبارك جل وعلا، وقد كان يأتيهم الأمر من غير سؤال ومن غير استشراف بما في أيدي الناس، وهذا شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يعني مثلا عندما يأتي يطعن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند 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 يهودي، فيقول أين الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول هذا مما أراد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، على أنه لا يسأل أحدا وإن لم يجد شيئا إلا أن يدفع عن نفسه سؤال الناس، وإن كان أصحابه يكفونه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا درس تعليمي على أن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما أخذ به الميثاق والعهد على وفد الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وفد بن عبد القيس، فمما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعون؟ قال يا رسول الله قد بايعنا. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا تبايعون؟ فعادها الثالثة قالوا يا رسول الله على ما نبايع؟ قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. ثم أقال كلمة أسرها بخفية فقال وألا تسألوا الناس شيئا، وألا تسألوا الناس شيئا. فيقوله الراوي يقول كان يسقط صوت أحدنا من على خيله فلا يقول لصاحبه ناولني، ينزل ويأخذه ويصعد. انطلاقا من هذا الحديث يعني دكتور، يعني الوقف له وظيفة عميقة جدا وفلسفة متصلة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبروح الإسلام حقيقة، يعني ليست فقط قضية لمساعدة الفقراء وإنما يعني هي ثقافة عامة، يعني هي صنع اقتصاد. نعم. وإدارة أملاك، هو صنع ثروة للأمة يتشارك فيها الجميع. لا نقول اشتراكية، الاشتراكية أفقرت الأغنياء ولم تغني الفقراء، لكن الإسلام ليس المقصود هو نظام تكافلي عام من خلال إدارة الوقف، وليس معنى عام على أن الأمة كلها توقف أو الدولة توقف، ليست مطالبة بذلك، ولكن المقصود بهذا إذا كانت الجهات الحية
المعنية بشؤون المسلمين وبشؤون الناس، وكل من يتنفس معنية به، صنعت استقلالية وصنعت بذلك استغناء للناس، وكانت رائدة من الرواد الذين يتشاركوا ويحذو حذوها جميع من ينظر إليها ويتطلع إليها. هذا المقصود، لكنه ليس المقصود بذلك على أنه طبعا هو يجري على جهة الندب، وإن كان قام على جهة التبرع، لكنه لا يقف على وجه الوجوب، على أنه يجب على كل مسلم أنه يقف أو يوقف ماله أو يحبسه، وليس هذا المتناول، وإنما المتناول هو ندب من باب التبرعات على أن أفضل الصدقات هو الوقف. فإذا سعت الأمة على أن توقف هذا الأمر، لذلك بعض الأكارم عندما يأتيني يقول أريد أن أبني مسجدا، أقول نعم جميل جزاك الله خير، لكن ما أكثر المساجد في أرض المسلمين، وما أكثر الجوع الذين يحتاجون لقمة عيش تغنيهم عن، يعني لو أنت خصصت أرضا ووضعت حولها حجارة وخصصتها على أن مسجد، كفت هذا مسجد، لكن هؤلاء الجوع الذين يتضورون جوعا، لما تصنع لهم مشروعا حيويا يقيهم هذا الأمر؟ لو أنشأنا مصانع وقفية ومعاهد وقفية ومراكز وقفية تعنى بشأن هؤلاء وتوظيفهم عندما تعجز الدولة عن أداء دورها. في سياق ربما يكون خارج السياق، يعني هل هذا من فساد التصورات لدى المسلمين أم أنه سوء سياسة؟ تحجير يعني واسع، هم عادة بعضهم ضيق أفق، بعضهم ضيق أفق، يعني بعضهم قلت له لك يعني قد يمارس هذا الأمر، أقول يقول لي أنا أريد أن أبني مسجد، أقول جميل تبني مسجدا، لكن المسجد هذا وقف لكنه غير ناطق غير منتج، فما رأيك أن تصنع وقفا ناطقا منتجا؟ غدا يعني بعد فترة تجد أن هذا المسجد أصبح 3، وأضيف إلى هؤلاء رعاية أيتام، وأضيف إلى هؤلاء كفالة أرامل، وصلع أسر تنتج وتستغني. لذلك أصحاب الزكوات عندما يأتي ماله وجب فيه زكاة فيتصدق على هذا 50 وهذا 50، 5 لا تكفي، لكن لو أخذ 5 أسر وأعطى كل واحد 10,000 كفته، يعني سواء كان 10 بالعملة المحلية أو غيرها بما يقدر، لو أعطت كل أسرة من هؤلاء الخمسة أصبحوا مستقلين، ولا تعطيه في يده على أنها زكاة يعني يبددها كيفما شاء، لكن ما تتلمس حاجته. المشكلة نحن نريد أن نتخلص من المال ونريد أن نقنع أنفسنا على أن هذه الفريضة قد سقطت عنا، كمن يحضر صلاة الجمعة، يحضر صلاة الجمعة لا لصلاة الجمعة في الغالب، يحضر صلاة الجمعة لسقوط الفرض، لإسقاط الفرض، وهكذا بالنسبة للزكاة، وهكذا بالنسبة للصلاة ولغيرها، وكذلك يتناول هذا المال الأمر هذا موضوع الوقف. تحدثت عن موضوع إطعام الفقراء وهي قضية مهمة ووجودية بالنسبة للإنسان، لكن ما قد يساويها أحيانا هي قضية الهوية. يعني مر المسلمون في زمانهم وتواريخهم في مراحل صعبة وشديدة، دخل الاستعمار إلى بلادهم كما حصل مثلا في الجزائر 130 عاما تحت الاحتلال الفرنسي، وخضعوا للتغريب وللفرنسة وما إلى ذلك من مسح الهوية العربية والإسلامية في الجزائر. كذلك الأمر في تركيا عندما أسقطت الدولة الإسلامية. هنا ما الدور الذي أداه الوقف في الحفاظ على الهوية الإسلامية وصد هذه الهجمة سواء كانت العلمانية أو الفرنسية على المجتمعات المسلمة؟ أنا لا أخفيك أستاذنا الفاضل على أن الفترة، فترات الاستخراب التي حصلت في القرن، بداية من القرن الثامن أو متوسط القرن الثامن عشر، وهو عهود الاستخراب المقيتة التي حصلت على بلاد المسلمين، أول ما عمل المستخرب هو تخريب الأوقاف والعمل على يعني نفي وتجهيل الناس بها، وكذلك إقامة سدود لمعرفة ما تؤول إليه الأوقاف، طبعا إما بطمس الصكوك والوثائق والحجج التي تدل عليها الأوقاف، وإقامة يعني مكانها منشآت حية تنفي معنى الأوقاف وما كان موجودا، وبالتالي تعاقبت الأجيال على نسيان الوقف ودوره، ولكن عرف ذلك من عقود قريبة جدا. استدل الناشطون من أصحاب الذين قاوموا هذا الاستخراب كالحركات التي تحررت والحركات التحرورية في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي غيرها لإعادة الأوقاف واستعادتها مرة أخرى، وهذه ميزة الأوقاف على أنها مهما يعني طمست أو سعي لتخريبها أو نفيها لا زالت حية تقوم بميثاق الله عز وجل لها، وعلى أنها أرض محبسة لا يمكن أن
تصادر. حتى هنا في تركيا يعني محاولات حثيثة كانت لطمس معالم الهوية الإسلامية لكنها تكسرت على أمواج الأوقاف في تركيا، يعني ساهمت كثيرا في الحفاظ على الذاكرة الإسلامية لدى الشعب التركي، وما زالت إلى الآن تعيد هذا الأمر يعني بشواهد كثيرة جدا من الأوقاف الموجودة، تعيد يعني تاريخ الإسلام وكذلك تعيد تاريخ الخلافة، تاريخ الخلافة بغض النظر عن قضية أنه يعني ارتبط هذا الأمر بالعصر الأول أم بالعصر الذي قد انتفت به الخلافة. لا شك أن هذا الرصيد الكبير والتاريخي من الوقف وممارساته العملية كان لها أثر نفسي أو اجتماعي عملي على المجتمعات المسلمة، أريد أن أبحثه معك فيما بقي من الوقت، ولكن نذهب إلى فاصل قصير. نتوقف مع فاصل أخير قبل العودة لاستكمال الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. دكتور، وصلنا إلى المطاف الأخير في هذه الحلقة، نريد أن نسأل عن الأثر النفسي والعملي الذي تركه الوقف ممارسة وفهما من قبل المسلمين عليهم، يعني من خلال فهمهم لهذه الشعيرة وممارستهم لها، إلى أي مدى تكرست فيهم آثار نفسية وعملية في المجتمع محددة؟ هذا يستجلى من قول الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له مال إلا وأوقف أي شيء. فذلك تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقرأ تاريخهم وسيرة حياتهم كلهم أوقف، حتى أن صفية بنت حيي رضي الله عنها أرضى أم المؤمنين أوقفت على ابن أخ لها يهودي، استشعارا بقيمة الوقف واستشعارا بقيمة الحبس وما يؤول إليه من عزة من تعزيز مكان. قد يكون هذا الأمر يصنع شيئا لدى غير المسلم بأنه يتألف، كما أنه صنف من أصناف الزكاة يعود إليه المال الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم، وهذا مما يعول إليه أموال المسلمين تؤول إلى المؤلفة قلوبهم. فصنع هذا الأمر سواء كان كما تفضل توازنا أو استقرارا نفسيا لدى الفقراء، نحن الفقراء نحن صنعناهم، إما صنعناهم بتهميشهم أو صنعنا فيهم يعني الاستقلال يعني قلة التطلع إلى العزة والكرامة. فبذلك بقي، ولذلك نحن كنت أركز على أمور كثيرة جدا في تحاوري مع كثير من الإخوة في البلدان يعني التي تعاني هذا الأمر، أقول لهم ليس الفقر مرتبط بالذلة والمهانة، لا يرتبط، وليس هناك أصلا معادلة. الفقر فقر كتبه الله عز وجل، لكن ألا أن تبقى ذليلا أو مهانا من أجل فقرك ومن أجل بحثك عن لقمة العيش؟ يوجد من يكفيك ويصنع منك إنسانا عزيزا وكريما، لأنه أصلا قد أوجب الله على الغني رغما عنه أن يشركك في هذا المال بما قد أوجب الله عليه فيه الزكاة. هذا أمر. ناهيك عن موضوع الوقف وما له أصلا من صنع استقرار نفسي واستقرار مادي ومعنوي في المجتمع، ببناء بنية تحتية قوية يقوم عليها الجميع، لا يتساوون فيها ولكنهم يشتركون فيها. ليس من الغرض المقاصد الإسلامية كلها ليس مقصود بها المساواة، وإنما المقصود به الاشتراك في هذا الأمر. فقد تشاركني فيما هو لي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر قال الناس شركاء في ثلاث، منها ذكر الماء والنار والكلاء. الناس شركاء في ثلاث، مقصود بالشركاء هنا ليس مقصود به المساواة، قد أنا أخذ حصة وأنت تأخذ حصتين، لأنه قد يكفيك ما لا يكفيني ويكفيني ما لا يكفيك وهكذا. فهذا هو المقصود من قضية إشاعة مفهوم الوقف وما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعملون عليه. ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له مال إلا وأوقف، المال كثر أم قل وإلا وأوقف. ويمكن أرض يعني قصة سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أوقف مالا
وأوصى يعني من يكون عليها ناظرا، وأن على أنه ينتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يجعلها في ذي القربة، يجعلها في ذوي القربة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذوي سيدنا عمر في ذوي قرابته رضي الله عنه وارضاه. نعم. حقيقة أشرفنا على نهاية هذه الحلقة، لكن دكتور بفضلك من بدقيقة واحدة ماذا يمكن أن تقول ممن لم نسأل عنه، مما لم نسأل عنه في هذه الحلقة بدقيقة؟ طيب، أنا الله يعني بالنسبة لي أنا أريد أن أقول على أن الوقف رسالة عالمية ينبغي أن تعمم، وينبغي لكل مسلم أن يعرف آثار الوقف ومداه. رسالة عالمية من الإسلام طبعا. من الإسلام، نعم، رسالة عالمية من الإسلام، على أن الوقف تتحقق به عزة المسلم وكرامته، وهذا مما لمسه كثير على من المسلمين ممن جربه أو مضت به العقود والمراحل، ومما يعيشه الناس اليوم، مما يعيشه الناس اليوم. فالوقف رسالة عالمية تعنى كما ذكرت في أول الحلقة على أنها تعنى بفخامة وآدمية وإنسانية الإنسان، كل إنسان. ينبغي الإنسان يعني للمراكز ومن قبلها الدول الإسلامية على أنها تضيف شيئا مهما جدا لدور الوقف في المجتمع، كخدمة مجتمعية يؤديها، كتكافل يؤديها، كريادة يؤديها، كقيادة لصنع أجيال تعنى بمهمة الدولة. أشكرك دكتور، أدركنا الوقت. أعزائي المشاهدين، أرجو أن نكون قد قدمنا المفيد والنافع لكم في هذه الحلقة التي شاركنا الحوار فيها الدكتور وهيب عبد الرحمن خوج، عميد كلية الدراسات العليا لعلوم الوقف. أشكره شكرا جزيلا، كل الشكر لكم، في حراسة الله وتوفيقه. بارك الله فيكم.